السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوا. النهاردة خلال الفيديو ده هقول لكم على فاتح شهية قوي جدا، ويعني بيساعد على النمو كمان وزيادة انتاج اللحم والبيض، وموفر يعني حضرتك هتلاقيه بسعر رخيص جدا، وبتستخدمه عدد مرات قليل جدا او قليلة جدا في الاسبوع. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. لازم نعرف يا جماعة ان فتح الشهية يفضل، يعني دايما احنا بنقولك ما تستخدمش فيه ادوية، لكن النهاردة الموضوع مختلف حبتين، لانك قدام فاتح شهية. انا النهاردة هكلمك واخليك تتعرف على فاتح شهية، تأثيره فعلا كبير جدا، وانت محتاج التأثير ده خلال فصل الشتاء، لكن طبعا بضوابط وبطريقة استخدام معينة، لان فتح الشهية بدون ضوابط وبدون الطريقة دي ممكن يؤدي الى مشاكل كبيرة جدا. واحد يقول لي طب على ايه يا عم، انا رايح دماغي، انا مش هفتح شهية اصلا، كفاية عليا الانتاج اللي بيجي واحافظ على الطيور بتاعتي. اقول لك لا يا عم، لا ما تفكرش كده، لان انت كده هتاخد انتاج قليل من البيض. يعني عدم المجازفة برضو مش مفيد للانتاج، يعني محتاجين شوية مجازفة كده علشان حضرتك تتعامل مع الطيور بالشكل الامثل، ما تضرهمش وفي نفس الوقت تاخد منهم اكبر فايدة وتاخد منهم اكبر انتاجية، سواء للحم او حتى للبيض. لان فتح الشهية ده هيخلي الطائر عايز ياكل، لكن نوع الاكل اللي انت بتديه للطائر هو اللي هيحدد بقى هو هيتسمن للذبح ولا هيجيب لك انتاج كتير من البيض. ده اللي هنتكلم فيه بالتفصيل ان شاء الله. فتح الشهية ده بيسرع النمو، يعني حضرتك ممكن تستخدمه في الشهور الاولى من عمر الطيور، الشهور الاولى والاسابيع الاولى، عارف انت الفترة اللي في بداية عمر الطائر بيبقى لسه بيتعرف على الاكل وبيتعرف على انواع الاكل، ولسه محبش الاكل قوي ولسه متعلق بالعلف فقط، لان العلف ده الصديق بتاع الكتاكيت الصغيرة لحد ما تكبر بتفضل متعلقة بيه، ولما تبدأ تدخلها اكلات جديدة هي بترفضها رفض تام، وانت هنا محتاج فتح شهية، لان فتح الشهية هيخليهم يتعرفوا بسهولة على الاكلات المختلفة والجديدة. تمام، ففتح الشهية بتاع النهاردة ده هيسرع النمو، يعني لو كتكوت صغير هيخليه يكبر بسرعة وكمان يتعرف على الأكلات المختلفة بسرعة، وكمان حضرتك بقى من خلال نوع الأكل ومن خلال العناصر الغذائية اللي هتقدمها لي الكتكوت أو الطائر بتاعك هتحدد، انت اللي هتحدد من خلال كل ده انت هتربيه لإنتاج البيض ولا هتربيه للتسمين. لأن في بعض الناس على فكرة بتجيب الدجاج البلدي ده، الدجاج البلدي اللي هو بتاع أصلا إنتاج البيض البياض، وبيسمنوه لأن هم بيحبوا اللحم بتاعه، وفعلا لحمه جميل جدا طبعا وأطعم بكتير من لحم الفراخ البيضة، لكن طبعا المجتمع الاستهلاكي الجميل اللي احنا عايشين فيه بيحب ياخد الكمية الأكبر، ومدام الدجاج البلدي مش هيديني كمية لحم كبيرة يبقى استخدمه للبيض، ومدام الدجاج اللاحم التاني بيديني كميات لحم كبيرة يبقى استخدمه للتسمين علشان المشاريع تستمر والاقتصاد يستمر وينتعش وكل الكلام ده. لكن في الحقيقة الدجاج البلدي لا يعلى عليه أكلا أو من ناحية البيض برضو. المهم دلوقتي احنا هنفتح الشهية بتاعة الدجاج بتاعنا علشان بقى نربيه براحتنا، سواء لإنتاج البيض أو إنتاج اللحم زي ما انت عايز. وعلشان تفتح الشهية فعلا ممكن تستخدم حاجات كتير طبيعية زي الشطة، زي الخميرة، زي فلفل اسود، زي الزنجبيل، زي حاجات كتيرة جدا من الحاجات اللي بتمتص الاكل بسرعة وبتفتح شهية الطائر انه ياكل تاني ورا بعض تاني. لكن انا قلت اجيب لك دواء بقى، قلت اجيب لك دواء فاتح شهية، وهو يعني ما يعتبرش كيميائي قوي، هو مكوناته اصلا طبيعية، يعني ما فيهوش ضرر كبير على الطائر، هو اسمه سوبر ماش. حضرتك هتروح تشتري سوبر ماش، بس خد بالك من حاجة مهمة جدا، فاتح الشهية ده اولا لازم تستخدمه بالمقادير اللي هقولك عليها، لكن لازم تستخدمه وتاخد بالك ان الطائر هيتفجع، الطائر هيتفجع حرفيا، يعني هتجيله فجعة كبيرة جدا ان هو ياكل اكتر واكتر واكتر، والفجعة دي حضرتك لازم تتعامل معاها بحنكة، ولازم تتعامل معاها بشيء من يعني زي ما تقول كده شيء من الخوف والحذر، علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الطائر ده لو اكل اكل معين ممكن يقطع بيض اصلا، لان انت لو بتفتح شهيته علشان خاطر يزود انتاج البيض فخد حذرك، انما لو بتفتح شهيته علشان خاطر يزود اللحم
وتسمنه، يعني هتستخدمها لدجاج لحم او حتى دجاج بلدي عايز تسمنه، فما تاخدش حذرك يعني، ادي الطائر اي اكل واديله السوبر ماش، فتح الشهية وافتح شهيته بكل حاجة، واديله كل الاكل اللي انت عايزه علشان يملى لحم. انما المشكلة كلها بتكمن في اللي بيربي الدجاج البياض، الدجاج البياض تمام، ده اللي لازم ياخد حذره من نوعية الاكل اللي بيقدمها للطائر ومن كمية الاكل اللي بيقدمها للطائر. يعني لما تديله نشويات وكربوهيدرات، عيش مثلا، بواقي العيش تقدمها له بكميات متزنة، 60 جرام للفرخة ما تزيدش عن كده، 60 جرام للفرخة ما تزيدش عن كده تمام. لما تيجي تقدم مثلا شامي او تقدم اي حاجة برضو تزود سمن تزود دهون، كل الحاجات دي ممكن تؤدي بشكل كبير جدا الى زيادة السمن في جسم الطائر وانسداد مخرج البيض تمام. فحضرتك لما تسد مخرج البيض انت كده ما استفدتش اي شيء خالص، غير ان انت ايه يعني، جيت تكحلها عمتها، جيت تزود الانتاج قطعت الانتاج نهائيا. فاستخدم فتح الشهية ده، لكن خد بالك من العناصر الغذائية اللي بتقدمها للطيور بتاعتك علشان تاخد فايدة وما تاخدش اي اضرار من فاتح الشهية اللي هو سوبر ماشي. تستخدمه ازاي بقى؟ الموضوع بسيط خالص. احنا هنخلط محتويات الكيس اللي جوه الكيس اللي حضرتك شايفه او اللي شفته خلال الفيديو تمام، هتخلطها على 50 كيلو من العليقة. 50 كيلو من الاكل اللي بنقدمه للطائر يكفيهم الكيس ده، انت متخيل؟ يعني الكيس ده ممكن تستخدمه على 50 كيلو، يعني هتجيب كيلو هتاخد 1/50 من الكيس ده للكيلو الواحد، 1/50 يعني 2%، 2% من الكيس، 2% بس من الكيس يكفي كيلو العلف. انت متخيل؟ هيكون موفر جدا معاك، وهيبقى فاتح شهية كبير جدا ومؤثر جدا ب2% بس من الكيس على كيلو العلف. ممكن تدوب بقى الفاتح الشهية ده، تدوبه في المية، تدوب فاتح الشهية ده في المية، بس هتاخده بقى بالجرامات. 1 جرام للتر المية، 1 جرام من السوبر ماش للتر المية. طيب هتستخدمه كام مرة في الأسبوع، سواء في المية أو في الأكل والعليقة؟ مرتين في الأسبوع بس، مرتين في الأسبوع بس. يعني حضرتك لو فاتح مشروع للتسمين تستخدمه مرتين في الأسبوع، وهو المشروع كله بيبقى 40 يوم، يعني مش بيبقى كتير تمام. ومرتين في الأسبوع دي فيها كام أسبوع؟ عد حضرتك هتلاقي الموضوع موفر جدا معاك. الكيس ده ممكن يقعد معاك فترة طويلة، يعني ده ممكن يكفيك لو انت فاتح مشروع صغير على قدك يعني. وحتى لو حطيته في المية برضو هيبقى نفس الموضوع، مش هيبقى مكلف بأي شكل من الأشكال. سوبر ماش فعلا مؤثر جدا يا جماعة، وفعال وسريع المفعول كمان، علشان الناس اللي بتدور على التسمين او حتى بتدور على زيادة انتاج البيض في القطيع بتاعها. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.